في حلقة اليوم سنتحدث عن الشمامسة. أعزائي من جبل الزيتون الذي يطل على أورشليم القدس، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن شهيد الأول للمسيحية استيفانوس، ودراستنا اليوم من سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس والإصحاح السابع. أنا أدعوك لكي تقرأ الإصحاحان وتتمتع أيضاً بكلمة الله وتستمتع بهذه الحلقة. أنا موجود في منتصف جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم. تستطيع أن ترى أسوار أورشليم القديمة، البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية، واللي بيفصل بين هذا الجبل والبلدة القديمة وادي قدرون العظيم. في أسفل هذا الجبل بستان جتسيماني أو الجسمانية، تسمى معصرة زيت. في هذا المكان صلى المسيح، وفي هذا المكان ألقي القبض عليه، أخذوه إلى بيت قيافة أو قصر قيافة للجهة الأخرى على جبل صهيون، وهناك حكم. هذا الجبل جميل جدا، كان يحلو للمسيح أن يأتي إلى هذا المكان. لكن أريد أن أنبر أنه خلفي مباشرة تستطيع أن ترى طريق باب الأسباط الاسم اليوم، أو تسمى بوابة استيفانوس عند المسيحيين، لأنه يقال أنه خارج أو عند هذه الأسوار رجموا استيفانوس الشهيد الأول. سأواصل حديثي عن هذا الموضوع بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة. فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله. فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استيفانوس، وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيليبوس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس، وهو أنطاكي صار يهوديا. ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. أعزائي من جبل الزيتون الذي يطل على مدينة أورشليم القديمة، أريد أن أواصل حديثي من سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس والإصحاح السابع. اللي بيفصل بين جبل الزيتون عن أسوار القدس القديمة هذا الوادي العظيم، وادي قدرون. وتستطيع أن تنظر خلفي بوابة قديمة داخل أسوار أورشليم،
هذه البوابة تسمى بوابة استفانوس، طبعا ذكرى الشهيد الأول، شهيد المسيحية استفانوس. حياة استفانوس تلخص بجملة واحدة كما قال في سفر الرؤيا: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. بالواقع كلمة استفانوس باللغة الأصلية تعني تاج، والتاج هون ليس أي تاج وليس مجرد تاج معين، إنه تاج الملوكي، التاج المرصع بالجواهر واللآلئ، وهو تاج المنتصر الذي أحرز الانتصارات بجدارة، فنتيجة هذه الانتصارات يحصل على التاج. فأريد أن أقول في البداية أن اسم استفانوس اسم على مسمى. طبعا الكنيسة ابتدأت تنتشر وتمتد وتنمو في أورشليم، وكان الرسل يعملون بكل جد وبكل نشاط، لكن كان في حاجة إلى تنظيم الكنيسة. هذا التنظيم احتاج أن يختاروا 7 شمامسة. السبب أنه كان في تذمر من اليهود اليونانيين على اليهود العبرانيين أو اليهود المحليين، لأنه لاقوا عناية أكثر من اليهود الغرباء أو اليهود اليونانيين. فطبعا طلبوا الرسل أن يختاروا 7 شمامسة، وكلمة شماس تعني في اللغة الأصلية أيضا الذي يخدم، الخادم. فاختاروا 7 شمامسة حتى يتفرغ الرسل لخدمة الصلاة والكلمة، هذه الخدمة الأصلية والرسمية للرسل. لكن خدمة الشمامسة كانت خدمة موائد، الاهتمام باحتياجات الناس وبكل ظروفهن وبأحوالهن، أي صار في تنظيم معين للكنيسة المحلية في أورشليم. اختاروا 7 شمامسة، الشمامسة ينبغي أن يكون مشهودا لهم، سيري حسني، مملوئين بالروح القدس، مملوئين بالقوة، ومملوئين أيضا بالإيمان. وطبعا الغرض أنه حتى يخففوا العبء عن الرسل، حتى هن أيضا يتفرغوا باهتماماتهن للناس. استفانوس كان الشماس الأول، استفانوس كان شخص مميز مشهود له سمعة وصيت حسن. أول شيء بحب نطلع على هذا الشخص، استفانوس الخادم. طبعا هو كان يهودي متحدث اللغة اليونانية، ومثل ما ذكرت أنه كان المشكلة الاهتمام أكثر بالعبرانيين في هذه البلد، فاختاروه حتى يهتم باحتياجات الناس. وأريد أن أقول أنه هذا الاحتياج أو المشكلة تحولت إلى فرصة. كم من الأوقات الله بيستخدم ظروف معينة في حياتنا حتى تتحول إلى فرص، هذه الفرص حتى نخدم فيها الرب بطريقة أفضل. لكن أريد أن أقول أنه تحولت إلى فرص، هذه الفرص أحبائي فرص لكي نمتحن أولوياتنا، وطبعا هذه الفرص أيضا لكي نمتحن دوافعنا، ولكي نمتحن أيضا خدماتنا، ونمتحن أيضا أو نمارس إيماننا، هل نحن نسير بطريقة صحيحة في الخدمة. حياة استفانوس كانت حياة فياضة، بل فاضت بل عكست على الآخرين. لماذا؟ لأن الكتاب يصفه بعدة أوصاف. أولا كان مملوء بالروح القدس، وهذا يكفي أن نقول مملوء بالروح القدس، أي أن الروح القدس مسيطر عليه سيطرة كاملة، أي مملوء من الروح، مملوك من روح الله، ينقاد بروح الله، يتكلم بالروح، فكان مملوء بالروح القدس. ثم كان مملوء بالإيمان، هذا الإيمان العظيم. ثم مملوء بالحكمة، هذه الحكمة لم يستطيع أن يقاوموها، ولم يستطيع أن يحاوروا استفانوس. ثم كان مملوء بالقوة، الله استخدمه بصنع آيات ومعجزات عظيمة جدا. كان مملوء بالتواضع، وكان أيضا مملوء بالكلمة، من خلال وعظته كان كلها استخدم الكلمة المقدسة من العهد القديم. مشهود أيضا بتقواه، بصلاحه وغيرته وحماسته للرب، واستخدم الكلمة مش بس الحرف لكن روح الكلمة، وأدرك قوتها أنه ممكن تعمل شيء. أعزائي سأواصل حديثي بعد قليل. يا
ينبغي أن تدرك أنك بحاجة إلى الله، ينبغي أن تدرك أن الخلاص هو في المسيح. جاءت تسمية جبل الزيتون بهذا الاسم بسبب أشجار الزيتون التي تغطي كل جوانبه. إنه في الواقع سلسلة جبلية تقع شرق أورشليم وتفصلها عن وادي قدرون، ويحمل جبل الآن اسم جبل الطور. يبلغ ارتفاع هذا الجبل 2900 قدم، وهو يرتفع نحو 200 قدم فوق مستوى المدينة. في هذا المكان يصل ارتفاع المنحدر المواجه للبحر الميت 4200 قدم. ما زال الطريق من أورشليم إلى بيت عنيا يمر فوق هذا الجبل كما كان في القديم، ومنحدرات الجبل مليئة بالكنائس التي تخلد ذكرى الأحداث التي مرت بحياة يسوع. كنيسة مريم المجدلية هي كنيسة أرثوذكسية روسية تم بناؤها عام 1888 تخليداً لذكرى والدة القيصر. كنيسة دومينوس فليفيت التي تعني الرب بكى، بنيت عام 1955 لتخليد ذكرى بكاء الرب على أورشليم. وهناك أيضاً بستان جثماني الذي يقع أسفل سفح جبل الزيتون وفي مواجهة هيكل الجبل. وفي هذا المكان أيضاً تم بناء العديد من الكنائس البيزنطية والحديثة بالتتابع، حيث يعتقد أن في هذا المكان صلى يسوع إلى الآب قبل صلبه بساعات قليلة. كنيسة جميع الأمم هي كنيسة حديثة ذات واجهة مزينة بفسيفساء جميلة. أعزائي، أواصل حديثي من جبل الزيتون عن موضوع استفانوس. حكيت عن استفانوس أنه كان الخادم مملوء بالروح القدس، مملوء بالإيمان، مملوء بالقوة، مملوء بالحكمة، مملوء بكلمة الله. ثم استفانوس الشاهد لم يخدم فقط موائد، لكنه خدم خدمة عظيمة. وبالفعل الله دايما بيرفع الشخص اللي بيبتدئ بتواضع. هذا إن دل على شيء، إنه الإنسان مش لازم يتعيب من أي شغل أو أي خدمة، يبتدئ في أي خدمة والله اللي راح يرفع ويبارك. واضح إنه الله بارك جدا، تعتبر خدمة استفانوس خدمة ناجحة جدا، خدمة مثمرة وخدمة قوية جدا. أولا ربح النفوس الغزيرة والعديدة. شيء ثاني، استخدمه الله بصنع المعجزات الخارقة. وهنا نرى أيضا تحول، ليس فقط الرسل اللي أجروا المعجزات، بل الله اختار خدام وعلمانيين يقوموا بنفس الموهبة وبنفس الخدمة. شيء ثالث بميز بخدمة استفانوس، إنه كان ربح عدد كبير من الكهنة الموجودين في أورشليم. بالواقع في هذه المدينة كان في حوالي 8000 كاهن يخدم بنوبات مختلفة في منطقة الهيكل. فتخيلوا من 8000 نسبة كبيرة آمنت برسالة يسوع المسيح من خلال شهادة استفانوس. ثم استفانوس بسبب حكمته القوية لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة. كانوا يأتون من المجامع المختلفة في هذه المدينة لكي يتحاوروا ولكي يتناقشوا مع استفانوس. أول شيء دسوا شهود زور. لما أدركوا أنه مش قادرين يقاوم الحكمة، دسوا شهود زور حتى يتهموه ويشتكوا عليه بطريقة مزيفة. شيء ثاني، أثاروا الشعب ضده، يعني في فتنة معينة ضد استفانوس. ثم اتهموه أيضا تهمة باطلة. وهذا إن دل على شيء أحبائي، بدل أنه كانت قلوبهم فاسدة مظلمة وعمى روح. اتهموه إنه استفانوس كسر الناموس وإنه اتعدى على الناموس. شيء آخر، حكموه ظلما. شو السبب؟ بسبب الغيرة والحسد. عملوا مثل ما فعلوا بيسوع، أحضروه إلى مجمع السنهدريم. مجمع السنهدريم هو أعلى مجمع
أو سلطة تشريعية بين اليهود في هذه المناطق، تتألف من 70 شخص من قمة الشعب، من طبقة الصدوقيين أو الفريسيين أو من الأرستقراطية، وطبعا من عائلة الكاهن، والشخص 71 هو رئيس الكهنة اللي بيكون مشرف على المجمع. أحضروا حتى يحاكموا استفانوس، وهنا نرى أنه استفانوس يتحول من شاهد أو مدافع عن نفسه، يتحول إلى قاضي وهم في قفص الاتهام. استفانوس القاضي اتكلم بأطول خطاب، وبالأحرى اعتبره من أعظم الخطب، خطبة كاملة مفصلة بالتدقيق اللي شرح فيها تاريخ إسرائيل من بدايتها حتى يومه هو، مبتدئا من تاريخ الآباء، مبتدئا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب، متحدثا عن موسى والأنبياء، وضع كل التاريخ في خطة معينة حتى يصل بيت القصيد إنهم اللي في قفص الاتهام وإن هو البريء وهم المذنبون في هذه الجريمة. كان كل الغرض إنه يدافع، إنه قاضاهم حتى إيش يضحط دعاءاتهم وشكاياتهم الباطلة، ليظهر خطاياهم كأمة والعمى الروحي اللي موجود فيها، لأنهم نسوا جذورهم الروحية ورفضوا المخلص يسوع. سأواصل حديثي بعد قليل. وكان استيفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكيا وآسيا، وأخذوا يجادلون استيفانوس. ولكن الروح أعطى استيفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته. أعزائي، أواصل حديثي من سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس والإصحاح السابع عن استيفانوس. ذكرنا أن استيفانوس كان خادم وأيضاً شاهد مملوء بكلمة الله، له إدراك ومعرفة قوية في الكتاب المقدس، وطبعاً استخدم روح الكلمة لا الحرف، وكان يتكلم بقوة الروح القدس. وعندما حكم في مجمع السنهدريم تحول من مدافع إلى قاضي. لماذا؟ لأنه كان يكلم اليهود في هذا المجمع اللي ارتكبوا خطايا كثيرة في الماضي وفي الحاضر أيضا. أولا نسوا جذورهم الروحية وامتيازاتهم، بدل ما أنه يبشروا ويكونوا نور للعالم انحصرت الديانة فقط على شعبهم، بدل ما أنه ينطلقوا للعالم. فبيتكلم أيضا عن إبراهيم وعلاقته مع الله من خلال النعمة والإيمان قبل حتى الناموس، فحاول يتكلم حتى يدرك هذا الأمر. شيء آخر، رفضوا المخلص، إذا كان في أيام يوسف، إذا كان في أيام موسى، وطبعا في أيام المسيح رفضوا المخلص ورسالة الخلاص. شيء ثالث، اتهموه بكسر الناموس، لكن من خلال حديثه معهن وجه لهن اتهام انه هن اللي قاوموا، هم اللي قاوموا الناموس، بل عصوا الناموس، بل كسروا الناموس مرة تلو الأخرى. شيء آخر، احتقروا الهيكل. شيء آخر، قاوموا بعناد إلههم. وفي كل التاريخ بيشهد انه دايما كان يقاوموا إلههم، أي رفضوا الحق، لأنهم شددوا على التقليد. حتى من أيام موسى طلبوا من هارون أن يصنع آلهة أخرى، العجل الذهبي، وفي أيام الأنبياء قتلوا الكثيرين ورفضوا واحتقروا كثيرين، وأخيرا طبعا رفضوا وصلبوا الرب يسوع المسيح. عندما سمعوا هذا الخطاب وأنه أدانهم، فطبعا حنقوا وأصروا بأسنانهم وكانوا في حالة غضب عارمة جدا.
أخذوه. هون رح أتكلم عن الشهيد استيفانوس الشهيد، أخذوه طبعا خارج الأسوار، تستطيع اليوم أن ترى بوابة تسمى بوابة استيفانوس. وعادة الرجم بياخذوا الشخص وبيطرحوه من سفح معين، حوالي 6 أمتار بتكون العلو، ويلقوه إلى أسفل هذا السفح، ويبتدئ بالشخص الشاهد الأول أو الشخص اللي وجه التهمة إنه يمسك أكبر حجر، وابتدأوا بإلقاء الحجارة عليه حجر تلو الأخرى. فاستيفانوس طبعا استشهد، لكن من أروع الكلمات التي قيلت ليس فقط في حياته لكن عند مماته، رأى يسوع وكان وجهه لامع كالشمس، ورأى احتفال عظيم جدا. هذا الشهيد أحبائي أريد أن أقول بالنسبة لموته كان مش مجرد أي ميتة، كان احتفال تتويج. لماذا؟ لأنه رأى مجد الله ويسوع المسيح قائم عن يمين الله. وإحنا بنعرف أنه مكتوب بالكتاب الله بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة، وكأن المسيح رأى هذا المنظر وهو يستشهد، رأى هذا المنظر فوقف يسوع استقبالا بل احتراما بل تبجيلا وتكريما للشهيد الأول شهيد المسيحية، لكي يستقبله بتتويج ملائكي وحضور إلهي. موت استيفانوس أيضا بالنسبة لإسرائيل يعني الدينونة، هم أخطأوا الكثير، أخطأوا ليس فقط في القديم وأخطأوا ضد الرب يسوع المسيح، بل قاوم الروح القدس وأخطأوا ضد الروح القدس. والكتاب يعلم الخطية ضد الروح القدس لا تغتفر. بالنسبة لإسرائيل يعني الدينونة. فهل يا ترى دم استيفانوس أو دم يعقوب اللي قتلوا تقريبا بنفس المنطقة، يعقوب واحد من الرسل عند جناح الهيكل قتل أيضا، هل دمهم جاب الدينونة على إسرائيل ودمار الهيكل وخرابه في سنة 70 ميلادي؟ بالنسبة لإسرائيل كانت تعني الدينونة والتشتيت. بالنسبة للكنيسة تعني الحرية، الكنيسة حصلت على قوة غير اعتيادية، وانطلقت شرارة الشهادة والقوة لكل مكان. عندما استشهد استيفانوس انطلقوا إلى السامرة وإلى الأمم، وابتدأ خلاص النفوس يخرج عن حيز نطاق أورشليم، بل وصل إلى كل الأمم. لكن بالختام أريد أن أقول أحبائي، بالنسبة لشخص مهم اللي اسمه مذكور جدا في أعمال الرسل، الرسول بولس، بالنسبة لشاول يعني الخلاص. شاول كان من طرسوس من كيلكية، وعلى ما يبدو بكل ثقافة طرسوس وكل حكمة جملائيل وكل المعرفة اللي كان يعرفها بولس، لم يستطع أن يحاور استيفانوس بكل بساطة، لأن استيفانوس كان مليان بقوة الروح القدس. فعندما استشهد استيفانوس كانت الحادثة أمام شاول الطرسوسي، لم ينسى هذه الحادثة. الله لا يضيع دم قديسي، بل هذه الحادثة أريد أن أقول سببت إلى خلاص شاول الطرسوسي، لأنه عندما استشهد صرخ بصوت عظيم استيفانوس يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، صلى من أجل غفران الأعداء وهم يرجموه. إن موت استيفانوس فعل عدة أشياء، جعلت الكنيسة موحدة، جعلت الكنيسة مثمرة تتكاثر أكثر، وجعلت الكنيسة تتعظم. الله لا يدعنا أن نكون شهداء بل ذبيحة حية مقدسة مكرسة لشخصه. أحيانا من الأسهل أن تموت من أجل المسيح من أن تحيا له. أريد أن أقول نعم إن دم الشهداء هي بذرة الكنيسة، لكن الكتاب لا يعلم أن نذهب وأن نموت سدى. إذا اضطر أن نموت مستعدين نموت من أجل المسيح، فنحن لا نرسل الناس حتى يموتوا هيك على الفاضي، لا، لكن نرسل الناس حتى يتكلموا برسالة الحياة. ومن الأصعب أنك تعيش حياة المسيح. أنا أدعوك أنك تختبر هذه القوة، قوة الروح القدس وحياة المسيح، حتى تعيش كما عاش استيفانوس.
أعزائي، في الختام أريد أن أقتبس الآية مرة أخرى: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ما هو الدافع اللي خدم فيه استفانوس؟ إيه القوة اللي خدم فيها استفانوس؟ ما هذه القوة العجيبة؟ هي قوة الامتلاء بالروح القدس اللي ساعدته أنه يخدم بأمانة واستقامة، اللي ساعدته أنه يشهد بكل جرأة وبكل قوة، اللي ساعدته أنه يتكلم ليس فقط دفاعاً بل أن يكون قاضياً ويضع الأعداء في قفص الاتهام. ما الذي جعل استفانوس أن يواجه الموت بصدر مفتوح؟ هو مجد الله وحضور يسوع المسيح المقام وقوة الروح القدس اللي كان يتكلم من خلالها. عزيزي المشاهد، هل أنت مسيحي سطحي غير مؤثر غير فعال في حياتك؟ أنا أدعوك لكي تتقابل مع يسوع الرب المقام، تفتح قلبك له وتمتلئ بقوة الروح القدس في حياتك. عندها ستحصل على الفرح الحقيقي والقوة أن تتكلم بكل جرأة وبكل جهارة. لربما أنت تشعر بفشل في حياتك وتشعر أنك مسيطر عليك بقوة الجسد وأنك تمارس ديانة سطحية مزيفة باطلة كلها شرائع وفرائض وطقوس، اعمل لا تعمل. أنا أدعوك لكي تأتي إلى المسيح ويعطيك الحرية وأن تحب من كل القلب وكل ما تعمل يكون بقوة الله وبحضور المسيح. ينبغي أن تدرك أنك بحاجة إلى الله، ينبغي أن تدرك إنه الخلاص هو في المسيح، ينبغي أن تتوب عن الخطية. التوبة تعني تغيير الفكر، فكرك عن الله وفكرك عن نفس الله محبي وأنك خاطئ. ينبغي أن تدرك عندما تدعو المسيح بالإيمان يأتي إلى حياتك ويتوج ربا وملكا على حياتك. أصلي من كل قلبي إن هذه الدراسة كانت بركة لحياتك، حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن امتداد البشارة من السامرة إلى أفريقيا. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو